يا اهلا بيه الفيلموية. النهاردة نحكي لكم قصة فيلم بيتكلم عن التنانين، والفيلم ده اسمه دراجون وور. لكن قبل ما نبدأ، لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات، وده علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ فيلمنا وبنسمع صوت راوي بيقول ان الناس كانت فاكرة ان زمن الديناصورات انتهى، بس في الحقيقة ده لسه بيبدأ، وده لان كل 500 سنة بتتولد واحدة ست عندها قوة روحية خارقة بتقدر تحول اي حيوان زاحف لتنين قوي مدمر، والمفروض ان الزاحف الطيب ده هينقذ العالم، انما الحيوان الشرير هيدمره. وبيتنقل المشهد لمكان تاني، وكان في حادثة في لوس انجلوس، والناس بتلاقي فوضى غريبة في المكان ده، وفي راجل عمال يقول الوحش الصحي الوحش صحي. رجال من الشرطة كتير بيدوروا على أدلة للي حصل، ومنهم واحد اسمه إيثان كيندريك، ده شغال صحفي وبيصور صورة غريبة قوي، والصورة دي بتفكره بقصة حكاها للمعلم بتاعه اللي اسمه جاك، وده من 15 سنة لما إيثان كان طفل وأبوه خده المحل عم جاك اللي بيبيع فيه تحف قديمة، وشاف هناك صندوق غريب اتفتح وخرج منه نور ودخان، وخبطوا ساعتها في إيثان، وجاك شاف اللي حصل، وساعتها بيمثل إنه عنده أزمة قلبية، وبعت أبو إيثان يجيب دواء علشان يتكلم مع إيثان على انفراد. جاك ساعتها قال لإيثان عن أسطورة اسمها أموجي، واللي معناها تنين. المفروض إن التنين ده عايش في الجنة، وكل 500 سنة بيجي واحد منهم على الأرض. ومن 500 سنة كان في تنين شرير اسمه بوراكي، وكان عايز يسيطر على العالم بتاع التنانين، وكان عايز ينشر شره في كل مكان. لكن كان في كيان اسمه يويو جو، وده اللي بيدي القدرة للتنانين إنها تعمل حاجات خارقة، وبوراكي كان عايز يسيطر على الكيان ده. وفي سنة 1507 في كوريا، الجنة بعتت الكيان ده في قرية صغيرة في كوريا، وبعتت أقوى محاربينها وهو بوكام وتلميذه اللي اسمه هارام، وكانت مهمتهم إن هم يحموا الكيان ده من بوراكي واللي كان بيهجم عليهم كتير. بعدها اتولدت بنت اسمها نارين، وكان عندها تاتو غريب كده من نوعه، وده معناه إنها هتستقبل قوة الكيان ده في جسمها. المعلم بوكام كان بيعلم تلميذه إزاي يعمل كل حاجة وإزاي يحمي نارين، إداله إشارة معناها إنه حامي نارين، وهو ونارين ساعتها بيقعوا في حب بعض. وبوراكي بعت جيش كبير علشان يسيطر على نارين، ساعتها بيدمروا المدينة كلها لحد ما شافوا نارين وخطفوها، بس هارم انقذها وخدها عند الشلال، والميدالية بتاعته بتقع، وبوكم هو اللي اكتشف ده، حتى ان بوراكي هاجم على هارم ونارين ولكنهم انتحروا علشان ما ياخدش القوة بتاعته من الكيان. بعدها جاك بيقول لإيثان ان هو استنساخ من بوكم المعلم، وإيثان هو استنساخ حرام، وساعتها بيديله الميدالية وبيقول له خلي بالك منها كويس، والبنت اللي معاها الكيان اسمها سارة، ولازم يلاقيها ويحميها من بوراكي في العالم ده. وفي الوقت الحاضر إيثان في مكتبه بيطلب من صاحب بروس يدور على بنت اسمها سارة، والبنت دي عندها تاتو تنين على كتفها. بيجي المشهد على سارة وهي في الجيم وبتشوف الأخبار وتعرف حكاية التنين وتخاف وتهرب. بيظهر قدامنا الضابط اللي اسمه فرانك بانسكي، بيروح لعلماء الحفريات ويقولوا ده تقريبا بقايا حيوان زاحف ضخم. سارة بتقول لصاحبتها أنا حاسة إن حياتي في خطر، والأخبار اللي سمعتها مخوفاها ومش عارفة تطلعها من دماغها. وبالليل ناس بتهجم على سارة، بس جاك بيهجم عليهم ويضربهم. بيجي مشهد تاني لراجل شغال في حديقة حيوان بيشوف براكي بيرمي فيل في الهواء وبيخاف ويهرب. سارة بتروح اسم الشرطة وتقول مواصفات اللي ضايقوها، وفي صحفي بيصورها، والحسن الحظ كان شغال مع إيثان، وبيبص على الصور ويشوف التاتو ويعرف إنها المطلوبة. بتحلم إن حد كان بيضربها وتصحى تحس بوجع على صدرها. صاحبتها براندي بتروح مع جوزها علشان يودوا سارة للمستشفى، بيلاقوا براكي قدامهم وبيقتل صاحبتها براندي. إيثان بيروح مع بروس يشوف اللي حصل مع براندي، وبيفهم من عيلة سارة ان سارة في المستشفى، وبيروح لها ويقول لها انا ساعدك. بيلحق إيثان يهرب مع سارة علشان التنين كان هيهجم عليها، والظابط اللي اسمه فرانك بتجيله اوامر انه يقتل سارة علشان هي دي الطريقة الوحيدة اللي بيها ممكن يوقف براكي. بيظهر قدامنا الراجل ده، وده اللي كان بيظهر لما براكي قتل الفيل وقتل براندي، وبنعرف انه المسؤول عن الجيش بتاع التنانين وبيجهز جيشه للحرب. جاك بيودي إيثان وسارة لدكتور نفسي، وسارة بتقول انا فاكرة ان اسمي نارين وبحب واحد اسمه هارام زي القصة القديمة بالظبط، وبتبدأ تطير في الهواء بشكل غريب، وإيثان ساعتها بيحاول يهديها، وبيعرفوا ان بوراكي موجود، وإيثان وسارة بيركبوا العربية علشان يهربوا. إيثان بيكلم صاحبه بروس ويقول له انا هجهز ليكم هليكوبتر وبيها تعرفوا تطيروا بعيد وتبقوا في امان. جاك بيظهر ويقول لإيثان اهرب مع سارة للشلال وهو ده المكان الامان. إيثان بيقول له بس كده سارة ممكن تموت وانا مستحيل اعمل كده. بوراكي
يهجم على المكان اللي هم فيه علشان كده بيهربوا بسرعة في الهليكوبتر، بس التنين بيقدر يهجم عليهم في النهاية. سارة وإيثان بينطوا على سطح العمارة من تاني والطيارة بتقع وتولع، وتيجي قوات الجيش وتهجم على بوراكي، وساعتها بتظهر قوات من جيش التنانين وبتبقى معركة خطيرة. بيظهر الضابط فرانك ويقول لهم أنا ساعدكم، أنا ضابط وأخدكم في مكان بعيد، ويقول أنا عندي أوامر أقتلك يا سارة علشان أخلص كل اللي بيحصل ده. لكن الضابط اللي اسمه كامبل صاحبه بيضربه بالنار قبل ما فرانك يقتل سارة، وبيقول لهم سارة هي الوحيدة اللي تقدر توقف التنين من إنه يجي تاني كل 500 سنة، وبيحاولوا يهربوا في العربية بس جيش التنانين بيهجم على العربية ويخطفهم لمكان بوراكي. وساعتها الرجل الشرير حاول إنه ياخد الكيان من سارة، بس الميدالية بتاعت إيثان قدرت تدمر كل الجيش ما عدا الرجل الشرير. بيحاول الرجل الشرير إنه يقتل إيثان، بس بتخرج أشعة كهربائية كبيرة من الميدالية وتقتله. التنين بوراكي بيتعصب قوي، ساعتها بيغضب بس بينزل ليه تنين تاني قوي من السماء، وساعتها بيقدر يدمر التنين الطيب ويروح يهجم على إيثان وسارة مرة تانية. سارة ساعتها بتقرب منه وتخرج الكيان من جواها وتحاول تبعده عن التنين، بس بوراكي ساعتها بيبلعه ويتحول للحاجة اللي دايما بيحلم بيها. بس ساعتها التنين الطيب بيبقى أقوى بكتير من الشرير وبيتغلب عليه ويولع فيه، وبعدها بيخرج الكيان من التنين الطيب وبياخد روح سارة وتتحول لجسم مضيء وتقول لإيثان أشوفك في الآخرة بقى يا معلم. والحد هنا بيخلص فيلمنا. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل التنبيهات، وده علشان عندنا ملخصات نارية هتنزل. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.